اش اللي وقع البارح؟ هادشي اللي وقع، هاد السيد مريض كيجي للسبيطار، ملي كيجي للسبيطار السيد ولا كيدوز من الدم من اللور. اييه عيطنا على لابيلانس جاداتو، دخلوا للسبيطار، جا مع خوها هو. اييه دنيتو هذيك الليله، الغد طلقوه. ما عرفتوش كيفاش، واش هو اللي خرج ولا خرجوا ولا ما عرفتوش؟ ما عطونا لا ورقه ولا الا 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 احنا خرجناه، عطونا ورقه باش بينا خرجنا باش خرج. هاد الجمعيه اللي تعاونت معنا وهي اللي باش دارون، جاوني مع الوحده الليل علموني، قالوا لي يا اخوك راه توفى. ودابا هاد الناس كيعاني البارح من البرد كيف ما شفنا حنا البارح، تقريبا مع 8 وقسم جينا عندكم. ما 8 كان البرد وقسم غير البرد وداك الشيء. وكيعاني من شي مرض؟ هو عنده مرض، ولكن عنده هذا المرض مسار وشنو الله اعلم شنو فيه. دابا حنا كنتواجدوا قدام السبيطار ديال مستشفى مولاي عبد الله، فين غادي نسديوه؟ واش عطاوكم شي ورقه؟ ما عطاونا ورقه غنديو التشريح. واش عطاوكم شي ورقه؟ ما عطاوناش. ما عطاكم؟ ما عطاونا لا ورقه ما شفنا حتى شي واحد. بلاتي خليك معنا، معنا الشاب اللي البارح عطينا ورقه من عند وكيل الملك وقال لنا راه بانه غادي تدفعوها عند واحد السيد هنا في قاعه الاموات، هو اللي غادي يعطيكم باش يمشيو يدفنوا يديروا لي التشريح في كازا. ودابا انا اللي تنطالب بان الفرملي اللي جبناه من جبناه البارح بالليل دخلناه هنايا ما دارش العنايه ديال خطاتو غير بمانطه. قلت لها شندوي معاه تنقول لها ديري لي السيرون شي حاجه باش يحاول يبقى بعدا غير يتحرك شي شويه. هي شناهو دارت؟ قالت لي انا هذاك الشيء تيبقى عليا انايا غادي نديرو. صافي دخلت هنايا صافي خرجت خلا. قلت لها شوفي العنايه ماشي هي، ماشي هي. قلت لها راه انت غطيتيها بمانطه ما درتي ليه والو، انا راه غادي ندخل واد الدار نغطي بمانطه هي ما هي. حنا جبنا السبيطار باش يدار لي العنايه. وقالت لي انا اصلا جبتو ما عرفتش لا فحص لا ادويه لا والو. وتنطلب فيها قبل ما نخرج تنقول لها الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين، تتقول لي صافي غير سي. وهي قبل قالت لي بان راه جات جابوه السبيطار وقال هادو الاخوان ديالو، وقالت لك بانه تشولت الحاله ديالو شي شويه، ومع الصباح جات ما لقاتوش. سولاتهم قالت لهم فين هو، كان الشخص اللي كان هنا، قالوا ليها راه خرج، هو ما يمكنش غادي يخرج، هو السيد ما تقدرش ينوض وغادي يخرج. اذا حنا خصنا نعرفوا شي وثيقه تدل لنا بان هذا الشخص راه خرج من هذا المستشفى. ملي تلقيتوا الخبر ديال الوفاه ديالو كان مفاجاه بالنسبه لكم؟ بطبيعه الحال، بطبيعه الحال، لانه البارح ما كانش هذيك العنايه. كان بامكان الانقاذ، كان بامكان ديال الانقاذ في الاول قبل من دخل الوقايه المدنيه. كان والو صافي، كان جمد شي شويه، تدرني غطينا بحوايج شي شويه ولا شي تحرك. اذا راه باقي ولا شي هضر شي شويه، كان هناك امل. كان باقي امل باش يتعالج. ومن دخلنا لهذا المستشفى هاد الاشخاص اللي خير من المستشفى مولاي عبد الله، مولاي عبد السبيطار مولاي عبد الله بمدينه المحمديه، بان هاد الاشخاص اللي كاينين في هاد السبيطار ما تيديروش العمل ديالهم، ما تيقوموش بالعمل ديالهم. هاد القضيه راه خصو العنايه، انا هادشي راه بزاف. ما كانتش العنايه؟ لا لا ما كانتش العنايه، كون كانت العنايه ما غاديش توقع الضحايا بحال هكا. راه الان اذا بقينا بحال هكا راه يقدر تلقى اي واحد في الزنقه يطرى ليه بحال هكا. السيد هذا اليوم ممكن المستشفى نعم المستشفى خص يقوم بالدور ديالو كمستشفى من انسان مريض، ماشي نبقى نسد عليه البيبان. هذا الشيء راه ماشي معقول، ما بغيناش نبقى نسمعوكم مره راكم مره واحد. اذا غادي دابا ديروا تشريح طبي، كي تعاود تمشي للاداره ديال المستشفى شوف واش غادي نعطيوك ورقه ولا لا، عاود رجع عندنا. ممكن 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 حنا كننتظروا هنا قدام مستشفى مولاي عبد الله. مشينا عند امين المدير العام ديال المستشفى، قالوا لنا بانه هو اللي غادي يعطيكم معلومات ديال هذاك الشخص اللي توفى البارح، عشتوا معنا الحاله ديالو. قال لنا بانه راه انا ما نقدر نفيدكم في شي حاجه على هذه قبل الوثيقه ديالو، بانه خرج من السبيطار قبل من يموت، لانه راه حيت كان هو في السبيطار وخرج، وخصنا نعرفوا دابا الوثيقه ديالو بانه راه خرج من السبيطار. قال لي سيروا عند المدير. مشينا عند المدير ما لقيناش اخويا، قالوا لنا بركو تسناو. وحنا دابا تنتسناو خويا، حنا راه عينا من هاد هادشي اللي تيديروا هاد الناس اللي في هاد السبيطار، تنطالبوا حنا دابا بالحقوق ديالنا، هي التغطيه الصحيه لهاد المواطنين اللي تعيشوا ديما المشاكل ديالهم. لان كما شفتوا معنا راه بزاف ديال الحالات اللي كاينين في هاد السبيطار مولاي عبد الله، هذا فساد هذا اللي تعيشوا. كاينين اشخاص هنايا تيشدوا وماشي يديروش الخدمه ديالهم، حنا تنطالبوا بالحقوق. اذا ما عطاوكمش وثيقه، قال لك بلاتي تسنى تما. ملي سولناه قال لك بلاتي تسنى تما. قلنا له هذا السيد، حنا هذا السيد كان قالوا لنا راه كان في السبيطار مريض،
ملي خرج للزنقه لقيناه حدا التيليبوتيك تماك منصور في الزنقه. حنا لبسنا ليه الحوايج ديالو، جبناه في واحد الحاله لا يرثى لها. ملي جينا دابا عند المدير العام للمستشفى قال لنا ودي كيفاش هاد القضيه ديال هاد السيده سميتو، قال لي ما كاينش اللي قابله، واحد مريض قال لك راه مريض بالسرطان ما كاينش اللي قابله، واحد الا ما كانش قابل نلوحو في الزنقه يموت. هادشي ماشي معقول. هاد المستشفى ديال مولاي عبد الله حنا في مدينه كبيره، مدينه الزهور اللي ثاني مدينه صناعيه بمدينه بالمغرب. نعم اكبر ثاني مدينه صناعيه.